قضانا الله أجوركم وأجورنا بهذا المصاب الجلل. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل كثيرا. شباب تقدموا المسيرة ملتين لإداء سيدهم الإمام الحسين عليه السلام المدوف الأجيال، هيهات من الذلة. فقدموا أنفسهم قربانا من أجل أن تعيش أمتهم حياة العز والإباء، حياة الحرية والعدل والمساواة، حياة العبودية لله الواحد القهار، وليست حياة العبودية لآل خليفة وآل سعود وآل فلان من المشايخ والأمراء والملوك. وما كان ذنبهم إلا أن يقولوا ربنا الله فأوذوا وعذبوا وأعدموا، إنهم فتية آثروا سبيل الحق الشائك على حياة الخنوع والدعوة والاستسلام. فاستجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، فوجدوا أن من الشهادة تلد الحياة، حياة العز والتحدي للطواغيت والظلمة. يظن السلطان المستكبر إن قتل أمثال هؤلاء سيخلي الساحة آمن لاستبداده وتفرده بالسلطة وذمم الناس، كما كان يظن من قبل فرعون موسى الكريم عليه السلام، حيث ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم وقال موسى: إني عثت بردي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في هذه الآية البينة تلخص لنا الحدث الذي يصور الحالة ما بين جبروت السلطان المستعلي المتكبر وبين من يريد الإصلاح بالوسائل السلمية. فالمستكبر يريد القتل ويتهم معارضيه بإخلال الأمن وإشاعة الفساد وتبديل الدين، أي الوضع الذي عليه السلطان، ولا يحتمل أي رأي آخر. فلا مجال للحوار والرحمة والإنسانية في نصح هذا السلطان، فإن هذه الثلة من المعارضين لم يستخدموا العنف والقتل كالسلطان. إن حزب الدعوة الإسلامية في المملكة المتحدة، وهو إذ يعزي فيه الشعب البحريني المظلوم عامة وذوي الشهداء خاصة ومواساة الأمهات الثقلى في مصابهم الجلل، هذا فهو يستنكر ويجب تلك الجريمة البشعة الرحمة والرضوان لتلك الكوكبة من الشهداء الشباب، الشهيد عباس والشهيد علي والشهيد سامي والصبر والصبوان لأهليهم وذويهم وجموع شعب البحرين الأبي، وسخط من الله وغضب على القتلة والظالمين وعذاب وخزي في الدنيا والآخرة لمن ظلمهم وقتلهم بغير حق، إلا أن قالوا ربنا الله لا السلطان. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم إلى أبنائي أوالي وإلى عائلات الشهداء، أمهات الشهداء وآباء الشهداء، بأسماء آيات التهاني والتبريكات على هذا الزفاف الحسيني الذي رفع رؤوسنا جميعا وجعلنا نفتخر أننا ننتسب إلى هذه الأرض وإلى هذا الشعب. وأعزي شعبنا وعائلات الشهداء بفقد هذه النماذج الحسينية التي أعطتنا دروساً ما قبل الاستشهاد وما بعد الاستشهاد. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الظروف الطبيعية عندما يكون شعب صغير أعزل مسالم
جغرافيا مقطوعة عن بقية الجغرافيا، محاطة بالأعداء، تتكالب عليه الدنيا، لا يمكن أن يستقيم ويستمر إلا إذا كان صاحب إيمان. وأي إيمان أعظم من إيمان استقاه هذا الشعب من خط العلماء وتحت منبر أبي عبد الله الحسين. أيها الإخوة والأخوات، كما أسلف الإخوة قبلي في هذه الجزيرة الصغيرة التي تعداد سكانها قرابة 700,000، والتي مساحتها تساوي قرابة 700 كيلومتر مربع، هذه الجزيرة فيها الأسطول الخامس الأمريكي، وفيها قاعدة بريطانية، وفيها جيش سعودي وجيش إماراتي، كلهم جاءوا مدججين بالسلاح ليواجهوا شعبا أعزل، كلهم جاءوا ليسكتوا شعبا لا يملك في يده إلا أن يرفعها ويقول الله أكبر، لكنهم فشلوا وفشلت كل أساليبهم. في الحقيقة هذا الشعب يواجه الوحش الذي تواجهه الأمة العربية والإسلامية في كل بقاع الأرض، وحش يتمظهر بمظاهر عدة، يتكلم في اليمن أنه يدافع عن الشرعية فيقتل الشعب اليمني، ويتكلم في سوريا أنه يريد إرساء الديمقراطية فيزرع الإرهابيين، ويتكلم في العراق باسم أهل السنة وأهل السنة بريئون منه فيدفع بالمفخخات والإرهابيين، ويتكلم في البحرين بأنه يواجه الأجندة الصفوية. هذا الوحش الذي زرعته قوى نعرفها، هذا الوحش الذي له وجهان صنعتهم بريطانيا قبل 60 سنة وهي الصهيونية، سبحان الله، في نفس التوقيت يصنع النظام الوهابي والصهيوني، وفي نفس التوقيت الآن تقود نفس الحكومات هذا الوحش ليواجه هذه الصحوة الإسلامية. كيف لشعب أعزل أن يستمر 6 سنوات أمام هذه القوة الهائلة من العسكر إلا أنه يملك هذا الإيمان؟ لذلك الدرس الكبير الذي تعلمته، وأعتقد أن الكثير تعلموه في استشهاد هؤلاء الثلاثة، أن هناك روح تم نسخها في عوائلهم وفيهم. الشهيد عباس، الأستاذ عباس من داخل المعتقل والسيف على رقبته يواجه نظام الإمارات ونظام آل خليفة ونظام آل سعود ويصدح بالحق برغم أنه يواجه الموت. شهيد علي السنقيس طفل يهدد مرات ومرات لأن يعمل مخبرا سريا فيرفض، وبإمكانه أن ينجو، لكنه آثر الاستشهاد على أن يكون عبدا ذليلا. شهيد سامي مشيمع يعذب إلى الموت ويفرج عنه ويعذب إلى الموت، ويسر إلى أخته أنني سأستشهد، أنا خائف على والدتي. هذا الإيمان تجلى بعد استشهادهم في قول أمهاتهم. أم الشهيد عباس تزفه زف العريس، أم الشهيد سامي مشيمع تقول ما رأيت إلا جميلة، وأم الشهيد
علي السنجيس تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. أيها الإخوة والأخوات، هذه النماذج صنعها عمل العلماء على مدى عشرات السنين، صنعها المنبر الحسيني على مدى عشرات السنين، صنعها معرفة التكليف. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأي انتصار أكبر من الانتصار على نزعات النفس في حب الحياة. وهؤلاء شباب، أكبرهم سامي وهو في مقتبل الشباب، وأصغرهم علي 20 سنة، يواجهون حب الدنيا بهذا الإيمان، ينتصرون على النفس وهو الجهاد الأكبر، لأنهم تربوا على هذا النهج وعرفوا التكليف. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أختم هذه الكلمة بأن أؤكد على مسائل مهمة. أن شعب البحرين استمر ل6 سنوات وسيستمر إلى 60 سنة، لأنه شعب مؤمن يعرف تكليفه ويدرك أن النصر هو الانتصار على النفس بالدرجة الأولى، لأنه منقاد إلى الخط الإسلامي الأصيل المتمثل في علمائنا الأجلاء، لأن هذا الشعب يرى في أداء التكليف انتصاراً، ويرى في مرضاة الله سبحانه وتعالى أكبر انتصار. لذلك هذا الشعب سيستمر بنهجه السلمي كما يقول له وكما يؤكد عليه السادة العلماء، ولن يسكت عن حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أدعوكم إلى قراءة الفاتحة قبل بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أنا لن أتكلم كما قال، لأن الوقت تأخر كثيرا. أنا فقط أردت أن أقول أولا أن أشكر الإخوة الكرام على ما قدموا من كلمات. أود التأكيد على أن هذه الثورة هي امتداد لثورات تيكم جميعا. أننا عشنا زمنا ورأينا لذة الانتصار، يعني ما حصرنا في مكان، في كل مكان انتصرنا. في السبعينات كنا نصارع ضد الشام وانتصرنا، وبعدين في الثمانينات ناضلنا ضد صدام حسين وانتصرنا كلنا، مو واحد. ما لا اتحدث عن شخص، او انا اتكلم عنا احنا، عن هذا الخط، خط الحسين عليه السلام. ناضلنا ضد يعني حتى في افغانستان اخواننا الحمد لله حققوا انجازات. الان اخواننا في اليمن يعني صنعوا معجزات. منهم كان يتوقع ان اكبر جيش عربي تقريبا من حيث الامكانات والعده والدعم، حتى هذه اللحظه حتى الان الدعم لا يتوقف وهو صامد. من يصدق يعني؟ ما في اي نسبه ايضا، اي تكافؤ في الكفتين، ما في نسبه. مع ذلك هم صامدين، ولا والطاغوت ينهزم ويتقهقر. واخوتنا في لبنان كسروا انف المره وانف الظلمه والمحتلين، وبالتالي من يضاهينا علوا ونصرا وهدفه وشموخا؟ فنحن يعني نحن ابناء الحسين عليه السلام، والحسين يقول: فوالله لا تمحو، او سيدنا زينب عليه السلام: والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا، وهل رايك الا فلد، وايامك الا عدد، وجمعك الا بدد، يوم ينادي المنادي: الا لعنه الله على الظالمين. نشكركم على ما قدمتموه من كلمات. أعدكم بأن انتصار هذه الأمة هو على أيدي هذه الأمة الصغيرة، أو هذا الجزء من الأمة، هذا الجزء الصغير من هذه الأمة الكبيرة. وقد حقق الانتصارات في كل مكان، على المحتلين،
المحتلين الصهاينة، على المحتلين السعوديين، على المحتلين الدواعش، كل مكان انتصارات. فبالتالي أنا فقط أزف لكم الخبر بأن الإيمان والثبات والصمود هو الذي يحقق ما شهدناه. ونحن لسنا جيلا مهزوما، بل هو جيل الانتصارات. والشهداء الذين اختلطت أشلاؤهم بتراب أوطاننا هم وقودوا هذه الثورات التي نراها تباعا، والحركات التي لم تتوقف يوما، والمقاومات التي أيضا لم تنهزم ولم تكسر يوما. فلله الحمد على هذه المنة، الحمد لله الذي جعل من أتباع علي وأتباع الحسين عنوانا لنصر الأمة، كما انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصنام الجاهلية وعلى طغاة قريش. الآن أحفاد محمد والسائرون على خط محمد وعلى خط أحفاد محمد أيضا يسجلون هذه الانتصارات. الخط الصراع بين القبلية والإسلام بدأ في اليوم الأول لظهور الرسالة ويستمر حتى اليوم. القبلية والإسلام وجهان لصراع بين المشروع السماوي الذي والمشروع الإلهي كما يسميه الشيخ هويدي، والمشروع الشيطاني الذي يفرض نفسه بقوة السلاح والمال، ولكنه إلى يأس وإلى فشل وإلى هزيمة. أشكركم جميعا، وأنا متأكد أن عائلات الشهداء سيشعرون بالفخر عندما يعرفون أن هناك إخوة لهم، علماء، شرفاء، أبطالا في بريطانيا على بعد آلاف الأميال، وهم يتضامنون معهم. رحم الله شهداءنا وشهداءكم وشهداء الإسلام. جزاكم الله خيرا على حضوركم. كل ما نتمناه هو أن تكون قلوبكم مع هؤلاء المظلومين وهؤلاء المستضعفين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.